هي البطولة معمولة علشان تبقى سنوية. البطولة لمدة 3 سنين هتبقى اكسكلوزيفلي لمدينتي. ليه بقى مدينتي؟ لأنه هو من أحلى الكورسات في الجمهورية. احنا في صدد إن احنا ننزل لاين لهدوم الجولف، وده ابتدينا نشتغل عليه. ولو حضرتك دخلتي في كل المحلات البرو شوبس في النوادي الجولف هتلاقي هدوم مستوردة غالية جدا. فإذا في مكان نقدر نخش منه بكواليتي كويسة بأسعار يمكن نص ثمن المستورد وأقل كمان، كل الناس مبسوطة، كل الناس لعبت وهي مرتاحة، والتنظيم حلو، وهنا اللي نظموا كل حاجة جوه النادي جولف عملوا شغل محترم، كل الفرق اشتغلت مع بعض بشكل منظم جدا. دانيال اشتير من أكبر البراندات اللي موجودة في العالم، موجود عندنا في الأوبن إير مول، عندنا في طلعت مصطفى، بالأخص في نادي جولف مدينتي مانديت أو أوبجكتيف أو جول إن إحنا على طول نعمل بارتنرشيبس ونعمل نوع من أنواع الشراكة مع البراندات العالمية الكبرى وننظم بطولات على أعلى مستوى. إحنا بقالنا 4 سنين دلوقتي فاتحين، الحمد لله توفقنا في آخر 3 سنين إن إحنا نبقى أحسن جولف كورس في مصر. خدنا جايزة أحسن جولف كورس في مصر 3 سنين على التوالي، والسنة اللي فاتت خدنا أحسن جولف كورس في أفريقيا، والسنة دي مرشحين إن إحنا ناخد أحسن جولف كورس في أفريقيا وأحسن جولف كورس في مصر وأحسن كلوب هاوس في العالم. I think the Madinati golf course is not only the best conditioned golf course in Cairo or in Egypt. I think it is the best conditioned golf course in Africa. I've been very privileged to play golf around the world, and I think this is just a magnificent course of its kind. We are in one of the best golf, and Madinati is an amazing, amazing golf course. القائمين بالعمل على صيانة الجولف كورس عاملين شغل تمام الحقيقة. الجرينات والخضرة جميلة، والملعب مصمم بطريقة الحقيقة مبهرة. مدينتي بالنسبة لي يعني مدينتي عارفاها كويس، واتس فيري جود كمان ان النهارده اتعمل الجولف كورس هنا. دانيال اشتير طبعا معروفة في فرنسا وفي المانيا وهنا في مصر محلات دانيال اشتير، فحلو انه جدا انه يبقى فيه زي كولابوريشن دايما بين انتيتيز، وخصوصا انها رياضة حلوة جدا.